انت تشوف دير دي باسان ديال الماء باش سميتو الماء ما كاينش. ها فوالا الماء ما كاينش. في كيلومتر 10 في طريق لوريكا في مراكش بالقرب من هذا المشروع اللي هو منجز من طرف مجموعه اليونس للعقار بسميت شركه ديالهم اغوتم البركه روزغي اي سايغيل. البلاصه تبع الجامعه تاع السلطان اللي حتى لهنا اليمن جامعه تبع الجامعه تاع السلطان وعلى اليسار حتى هي تبع الجامعه تاع السلطان وهذوك البنايات اللي تما تابعين جامعه تا مصلوحت. الوغ هادو هاد الاراضي تبع المجموعه اليونس تا هما ولكن بالنسبه للشركه اخرى ديال المجموعه اليونس اللي سميتها اغواتم البركه سوسيتي انونيم. هادو تما سون دي فيلا تاهما دي لو تيغان هما تيبيعوا الاراضي والناس اللي تيشريو الاراضي تيشريو عليهم بنايات ديال الفيلات ديسينيو دي فيلا اخ بلوس ان. المشكل اللي عندنا هو ان هاد بالنسبه لهاد هاد المشروع اللي من ديالنا اللي هو تابع لشركه اغواتم البركه اس ا اولا هادوك اللي على اليسار القدام شويه اللي تابعين لاغواتم البركه اس اي غيل بجوجهم ما عندهمش ربط بالماء مع الموزع المعتمد من طرف مدينة مراكش ما عندهم حتى شي ربط بالماء. وهذا الشيء اكتشفناه حنا في واحد في 2000 في اخر ديال 2020 بعد ما طلبنا لو دوسي تكنيك ديال ما عند الجماعة ديال انت خديتي انت سبر انا شريت في 2013 شريت بقعة ارضية في 2013 وكملت البناية غير بالماء ديال الماء دي سيتيرنا ما كانش عندنا الماء دونك لا مالادو ما كان عندنا لا مالادو alors que normalement le canon est fait à la mujzi mais bien tu as la réception provisoire يعني تسليم مؤقت وما تيعطيو تسليم مؤقت على حساب الماده على حساب القانون 2590 ديال الجزيئات غير الا كان مستوفي بعض الشروط اللي في الماده 25 واللي هما تيشيروا بان خصو يكون حاضر الموزع ديال الماء والكهرباء ويعطي رابط ديالو. فاذا بيه حنا فاش شرينا في 2013 وبنينا تنبنيو ما لقينا لا مالادو بنينا بعدا شخصيا بنيت بجروب الكترونجين وكنا دايرين سهريج الماء تيجيبوا لنا السيترنا فيها الماء وتيعمروا لنا الماء. كان تيقول لنا هذاك السيد اللي باع لنا اغوات من البركه غوزغي تيقولوا لنا بان صافي راه داك الشيء ها هو دابا هاد السيمانه يدخل السيمانه سميتو من 2013 حتى 2016 هاد دخل الضو. مع العلم انه ما كان عندهم رخصه تسليم مؤقت من 2013 وباعوا الاراضي وكل شيء. والى يومنا هذا ما عندناش كونطرا مع الموزع ديال الماء لا لوينو ولا لا غاديما. ملي كتجيبوا الماء ملي كتجيبوا الضوء الوغ حنا عطاونا هو عطينا الماء بواحد لو كونتور ديرنا ان كونتور بروفيزوار كان تيقول لنا راه بروفيزوار على ما يدخل المشكل الماء. كل فيلا عندها كل فيلا داير لها هو كونتور المنعش العقاري داير لها كونتور اغوات من البار لو لوتيسور اغوات من البار كاروزري دايرين لنا كونتور وتيقول لك هذا الكونتور هذا غتعطيكم الماء بصفه مؤقته على ما يدخل الماء. الصفه مؤقته شحال دامت دابا شحال دابا 8 سنين انا باش شريت تمسيح حنا انتم خدامين بصفه مؤقته وانا انا شاري بسميت شركه بعدا البقعه ديالي بسميت شركه اللي انا تنسيرها وتنطلب منهم فاتورات باش نخلصوا الماء من 2013 الى يومنا هذا ما عمرهم عطوني فاتوره ديال الماء وانا كنت نمتنع نخلص الماء اساسا لان تصيفط لهم بعون قضاء اشاك للشركه تنقول لهم الله يخليكم عطوني الفاتوره ها المقابل ديال الخلاص ديالكم ما بغاش يعطونا الخلاص. هادشي كله بيان سور عندنا الوثائق ديالو حتى راه عندنا المحضر ديال المفوض القضائي. الوغ هاد لو لوتيسمون اللي فيه 22 كتار فيه 287 لو 287 لو كله مسكون كله تقريبا ماشي كله مسكون الاغلبيه يمكن باقي شي 50 ولا 60 اللي ما مبنياش ويكونوا واحد اللي يمكن تقريبا شي 70 ولا 80 اللي ساكنين بصفه رسميه. او كما قلت حتى الضو داير لكم غير الكونتور بروفيزوار؟ لا الضو عندنا كونتور انديفيديوال في 2016 هو الوضعيه ديال الضو في 2016 ولكن الماء مازال ما تسواش المشكل ديالو وحنا غاسلنا بصفه يعني جروبي للسلطات لا بالنسبه للجماعه ولا بالنسبه كيف يعقل على انه الناس ساكنين وما عندهمش يعني ما عندهمش الربط بالمصالح الشرعيه. هذا السؤال خصنا نسولوه للسلطات هو السؤال اللي صيفطنا حنا للسلطات صيفطنا للجماعه الحضاريه ديال تسلطنت وسولناها قلنا لها بغينا ربط بالماء علاش ما كاينش ربط بالماء ما جاوبونا ماطلين ولكن جاوبوا قال لك راه حنا كتبنا لاغاديما وكتبنا للوينو
باش يعطيوكم الحق تدخلوا دي كونتور انديفيديوال. ولكن السؤال هو علاش تعطات رخصه لهاد المنعش العقاري بلا ما يكون عنده ربط؟ لانه هو شرط اساسي في القانون ديال التعمير ديال التجزئات 25 دقيقه، ولو كان شويه ديال التماطل، ولكن جاوبوا معنا السلطات ديال الجماعه وعطونا ان كوبي ديال داك الدوسي تكنيك. فاذا به اكتشفنا بان تما فين اكتشفنا بان ما كاينش ربط بان هذاك لا ريسيبسيون دي ترافو يعني تسليم ديال الاشغال ما حضروش فيه لوينو لا لوينو ولا لا غاديما، الممثلين ديالهم ما كانوش حاضرين. ومع واخا داكشي تعطى تسليم المؤقت الجماعه سنة تسليم مؤقت في 2013 لاسوسيتي اغواتم البركه روزغي واللي هو مخالف للقانون على حسب فهمة ديالي والله اعلم. دونك اليوم راه حنا دابا اليوم انت تهضر معاك راه مقطوع الماء، حتى واحد ما عنده الماء اليوم دابا هادي حيت على بحث فسروا لنا الناس ديال الجماعه قال لك راه حتى داك لا كونفونسيون بان دابا شركه غواتم البركه اس ال اللي قلت لك ماشي هي المنعش اللي باعنا ديال اللي تابعه لتحناوت عندهم ابارامون واحد الكونترا مع لوينو على حساب ان كونترا داليمونتاسيون بروفيزوار، عندهم واحد الكونترا بروفيزوار ديال الشونتي اللي هو عاطينه لهم على حساب شركات غواتم البركه اس ال اللي تابعه لتحناوت. يعني حتى هما عاطينو غير هما اش داروا؟ شدوا داك الكونتور بروفيزوار ودوزوا منه قادوس هو باش عاطينا الماء هنا ابارامون بصفه غير قانونيه. وما عرفناش حنا باش كون تيقطع الماء لو ديبي تينقص وبارفوا تيقطع كاع. حنا عايشين واحد المعاناه، حنا الا بغيت تمشي واحد البرميل بان لي جبراه من كاين الناس اللي دايرين دي ريزيرفوار ديال الماء، عرفتي دي ريزيرفوار ديال الماء تيستوكي فيهم الماء باش الا تقطع الماء تيبغيو يقضيو من هذاك على ما هاد كنتكلموا حنا على مراكش اللي دائما الحراره كتكون مرتفعه الحاجه لا حراره راك عارف دابا نيت راه دابا نيت نهضروا 32 دابا درجه ولكن راه دابا شويه تولي 40 يعني هاد الشيء راه انا تنعرف ناس كبار واحد جارنا الوالده ديالو عندها 83 عام كانت مسكينه في الحمام تقطع عليها الماء في حمام بلدي زعما راه شي ماساه شي ناس يكونوا حاشاك في لي تواليت بروميير ايتاج تيديروا لوغ بوزوان ملي تيهبطوا تيلقاو ملي تيلقاو الماء ما تيلقاوش. السكن الاقتصادي مع كامل احترام الناس السكن هذو كلهم فيلات، حنا فيلات موين ستاندينغ هذو كلهم فيلات موين ستاندينغ، ما تهضرش على سكن اقتصادي وما تهضرش على السكن العشوائي، هذا الشيء كله راه مرخص، هذا هو اللي تنسميه العشوائي المرخص يمكن على ما تنفهم انا. لان راه حنا مرخصين عندنا بيرمي دابيتي والدوله مفروض عليها توفر لنا الماء وما عندناش الماء. عندنا الماء راه مقطوع دابا نيت تهضروا اللي تهضروا فيه راه مقطوع. نوريك الناس حاطين السيترنات ديال البلاستيك ديال 1 متر كوب و2 متر كوب 3 متر كوب في الجاردان ديالهم باش يخزنوا الماء الى وقع هاد المشاكل ولا لي بيسين هادو. هنا كاين فيلات من 400 متر ل 1200 متر هنا في هاد اللوتيسمون اللي تنهضروا عليه لوتيسمون لا روزغي 2. المشكل الثاني اللي عندنا من غير الماء وعندنا مشكل انعدام الملكيه المشتركه. هاد لوتيسمون باعوا لنا الاراضي على اساس انها غتكون فيهم ملكيه مشتركه ومن بعد اكتشفنا بان ما كايناش الملكيه المشتركه، ملي تنتجهوا للمحافظه العقاريه تنلقاو بان ما كاينش واحد نظام الملكيه المشتركه مودع عند المحافظ عند المحافظه العقاريه ديال المناره اللي تابعين لها، ما كاين حتى شي نظام مودع. فاذا به دونك ما كاينش ملكيه مشتركه وما عندنا حتى شي اجزاء مقيده في الرسم العقاري ديالنا. وهذا راه كيشكل خرق حتى النظام الملكي المشتركه. اي كاين خرق القانون حتى هو لان المشرع تيفرض باش يتحط اذا كانت اجزاء مشتركه يتحط نظام ملكيه مشتركه في المحافظه قبل من ليكستراكسيون قبل من افراز قبل من افراز هذوك لي تيتر بارسيلير الرسوم العقاريه المفرزه. حضرنا الجمع العام ودرنا التصويت ودرنا داكشي كله وخلصنا، حنا مخلصين عامين تصبيق ديال لي شارج دو سانديك نهار شرينا وملي تيطالبونا باش نخلصو تنخلصو. بدينا تنشوفو الناس الاخرين فينا هما الناس اللي تيبنيو، اجو عباد الله كيفاش هادشي راه ما عندناش الماء ما عندناش هذا ما عندناش الطنقان مازال ما مصوبينش ما دار لا جمع عام لا والو. علاش كان ديك الساعة لو سانديك من نهار دزات هاد الإقامة ولو سانديك هو المنعش العقاري هو نفسه هو أغواتم البركة غوزغي
اي حاجه تشوف مقاده هنا راه فراس ساكنين تيصوبوا، راه ما كاينش تيصوب شي حاجه هنا. هاد لي بلونط اللي تشوفوا لك بحال دابا، هاد لي بلونط اللي تشوف هنا راه ساكنه اللي دايرينها، كل واحد تيصوب قدام دارو باش نحاولوا نخليو هادشي ويسقيو بالماء ديال ديورهم، لان ما كاينش الماء سميتو تكون خسرات، لان هادي شي عامين وهي بخاويه. هادي لا بيسين كوليكتيف، لان واحد لو كونطرا دو فالوريزاسيون مع مع المنعش بان خصو ينجزها، ولكن راه غير مشغله. دابا هاد الاجزاء حنا مخلصينها، لان نهار شرينا باعنا على اساس غتكون ملكيه مشتركه، يعني راه مخلصين هاد الاجزاء 8 الكتار اللي باقا في سميتو، راه حنا خلصناها من بينها لا بيسين ولي تيران تنيس، هادشي كله مذكور في العقد اللي عندنا معاه. ولكن هاد السيد ما فوتناش هاد الاجزاء باقي في سميتو. ها لا بيسين هي خاويه، هادي عامين، وهادشي اللي لي بلونط اللي شويه منتعشين راه السكان اللي دايرينهم تيسقاو من ديورهم، ماشي زعما في حماتي ملي تيكون الماء. اما الا ما كانش الماء راه ما كاين كلشي تيموت، لا بلونط ولا حنا. يعني راه ممكن نقولوا بالنهار شويه الحياه، ولكن بالليل كتموت الحياه، لان ما كاينش بالليل ما كاينش حتى الضو، ما كاينش الضو من غير الناس اللي دايرين. انت شتي الناس هذا هو السيد، هو داير دي بروجيكتور سولير. الا ما درتيش لي بروجيكتور سولير ولا درتي الضو من عندك من دارك، راه ما كاينش اللي غيعطيك، ما كاينش الضو في الجزيره، كاين خطر دو سيكوريتي. هذيك السيده اللي مشينا عندها قبيله اللي شفنا ما عندهاش الماء، دخل عليها واحد السيد بالليل، راجله كان مسافر، دخل عليها واحد السيد حاول يدخل عليها. سي لو تيران ديستيني او كلوب هاوس، نورمالمون خص يكون فيها كلوب هاوس. جا هو فعرض ما يبني كلوب هاوس للبروموتور، شجرها، دار فيها شجر ديال الزيتون، بدا تيلح فيها لي ديشي ديال لي ديشي فيجيتو ديال 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 لا فيجيتاسيون اللي هنا، حيت هو نيت داير شركه ديال الجارديناج ومخدمه هنا. ولكن تسمح الازبال هنا شكون كيجمع المفروض؟ الازبال هنا نورمالمون خص يكون ان سانديك هو اللي تيجمع الازبال، حيت الشركه اللي تدي الازبال نورمالمون الا كانت ملكيه مشتركه، وحنا ما عندناش ملكيه مشتركه، تتوقع تتهز داك الشيء من الباب ديال التجزئه، ما تدخلش وسط التجزئه. دابا حنا ماشي الازبال، دابا هذا تيدير الجارديناج هنا، كان من قبل ما نعيقوا بان ما كاينش ملكيه مشتركه كنا تنخلصوا، دونك تيتخلص من السكان باش يدير الجارديناج، تيهز داك الزبد تيلوحو هنا في الارض ديالو. وهذا كيشكل لي انا فواحد الشيء عليكم بيئي، راه دابا يلاه حيت هددناهم بان غنعيطوا للسيرفيس ديجين، هاد جابوا الكاميوات، هو يمكن غير شي سكان اللي جابوا هادشي تيدير هادشي. لا ولا عندنا الناموس واحد المشاكل كبيره، انا ولدي راه ولدي الدار عنده واحد نطلو واحد الانطاش في يديه بلي موسيك اللي تيعضو داكشي، لان ولات هنا ما تقدش تدوز من هنا، هاد البلاصه هادي ما تقدش تدوز منها في العشيه، تتهجم عليك لي موسيك بواحد الطنقه، لان مع بين الماء وداك لي ديشي فيجيتو اللي تيديرو بحال تيبقاو خاترين بحال هكاك في الماء، تيديرو واحد النويزونس كبيره، لا بالنسبه للشم ولا بالنسبه للحشرات. هاد البير المكانه ديال الضو ديالو راه ما تيخلصوش، دابا الضو المكانه ديال الضو ديالو سميت اغوات من البركه اس ا، اللي هي ماشي المنعش الاخر اللي باه لنا، ما عرفناش كيفاش بعدا عطاوه لوين هاد البرونشمون هنا في سميت شركه اللي ماشي هي مالكه ديال هاد الشيء هذا، ما عرفناش. ديال الشكايات انا درتهم بطريقه شخصيه قبل ما تكون الجمعيه، كتبت لرئيس الجماعه، كتبت السابق دابا غتبدل ولات رئيس اخرى، كتبت للسيد الوالي، كتبت لو ديريكتور ديال لاجونس اوربين، كتبت لو ديريكتور ديال لو سونتر ريجيونال دانفيستيسمون، وكتبت المحافظ العام. هاد الناس كلهم كتبنا لهم، لان لقينا خروقات في هاد لي زانستونس كاملين، خروقات في المحافظه، خروقات في الجماعه لان معطيه رخصه تسليم مؤقت بدون ربط بالماء، خروقات هذا ديال الخروقات، والسيد الوالي بما انه يعني يسيرش في الكونسي دادمينستراسيون ديال لاغاديما، راسلنا لاغاديما وراسلنا حتى هو على اساس انه بعدا والي. بدون جواب الولايه ما عمرها جاوبتنا، لاغاديما جاوبت قالت لك بان ما يمكنلاش عطينا دي كونتور انديفيدويل، وخاص المنعش اللي صوب المجزئ ديال لوتيسمون خصو هو اللي يراسلهم ويعطيهم التصاميم ويخلص الواجبات، يعطيوه ان دوفي، يخلص لي بيني سوان دو راكوردمون، ومن بعد داكشي هادي يمكن لهم هما يعطيونا دي كونتور انديفيدويل. والضحيه والفيكتيم في هادشي هو انتم؟ هو السكينه ديال هاد لوتيسمون لا روزغي دو، كلشي السكينه راه ضحيه ديال هاد الافعال هادي. هذا